يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا شاب ينزل من ذكره سائل نتيجة ميكروب مصاب به في عضو التناسل، ويسأل شاب ينزل من ذكره سائل نتيجة ميكروب أو جرثومة يقول مصاب بها في عضوه التناسلي، ويسأل عن كيفية صلاته، هل يتوضأ لكل صلاة كسلس البول، وماذا في نزول هذه المادة بعد وضوئه؟ هذا يختلف باختلاف الحال. إن كان إنها السائل مستمر ولا ينقطع ولا يرتفع دائما يجري، فهذا حدثه دائم، يستنجي عندما يريد الصلاة ويضع شيئا على ذكره يمنع الخارج تسرب ويتوضأ ويصلي في الحال. أما إذا كان هذا السائل ليس دائما وإنما يأتي في بعض الأحيان، فهذا عليه أن يستنجي كما سبق، وأن ينشف الذكر ويستنجي ويتوضأ ويصلي، ويقطع صلاته إذا حدث لأنه غير دائم. أما الأول وهو الدائم هذا ولو نزل وهو يصلي صلاته صحيحة، يعني لا يستطيع أكثر من ذلك. أما الذي ليس دائما فهذا ينقض الوضوء إذا خرج، فيقطع الصلاة ويتوضأ من جديد ويصلي، لأنه ليس دائما وإنما يأتيه بعض الأحيان. نعم.